مرحبا بالجميع. نشرح في هذا المقطع كيفية إضافة قفل للتطبيقات في هواتف أو بعض هواتف أوبو. أولا نتوجه إلى الإعدادات، نمرر إلى الأسفل حتى نصل إلى خيار الخصوصية، نضغط على الخصوصية ثم نتوجه إلى خيار قفل التطبيق، نضغط على قفل التطبيق ونقوم بتفعيل قفل التطبيق وذلك بتبديل العلامة. هنا سوف يطلب منك النظام بتعيين كلمة مرور الخصوصية أولا، نضغط على الإعدادات. هنا يطلب منك إدخال كلمة مرور لاستخدامها في فتح التطبيقات التي اخترت إضافة قفل لها، ثم يطلب منك إضافة اسم معين في حال نسيت كلمة المرور. هنا نقوم بتحديد التطبيق الذي نريد أن نعمل أو نقوم ب إضافة قفل له. على سبيل المثال هنا الفيس، تطبيق الفيسبوك، نقوم بتفعيل القفل. بالعودة إلى الشاشة الرئيسية نتوجه الآن إلى تطبيق الفيسبوك. سوف تلاحظ أن التطبيق يطلب منك كود للدخول إلى التطبيق.